بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض مراجعة لواجب المادة TM105 للسبرينج سمستر 2020. أنا بسميها مراجعة مش تعديل. إيه اللي يحصل لو إحنا عندنا طالبين عندهم أعلى جريد؟ يعني هنا مثلا في الطالب اللي هو أحمد ده له أعلى جريد. طب افرض إن كان في طالب تاني عنده نفس الجريد اللي هو 3.73 من 100، هل لازم نظهر الكلام ده تحت؟ فكان الرد من المدرسين في الجامعة انه لازم تعرضوا حاجة زي كده. هو مش مطلوب في الواجب، ويمكن لو السؤال ده ما كانش سأل ما كانش فيه اي داعي لتعديله، بس طالما في حد سأل السؤال ده وبما ان ممكن اي حد يغيره فلا، احنا كلنا ممكن نغيره. يعني هو الموضوع اي حاجة برمجيا ممكن تتعمل، تمام؟ بس هو انا شايف انه مفيش داعي للقلق الزايد عن اللزوم. يعني الناس من كتر ما هم قلقانين زيادة عن اللزوم من الواجب لان الدرجة بتاعته عالية، فبيبدأوا يسألوا اسئلة كتير، والمدرس في الجامعة بيريح دماغه وبيحاول يفرض عليك اكبر قدر من الرولز، فانتوا بتصعبوا الموضوع على نفسكم في الفاضي. المهم، الموضوع ممكن يتحل بطريقتين. ممكن يتحل اولا بالاري، يعني ممكن ان احنا نعمل طريقة بالاري، بس انا لقيت انها هتكون معقدة شوية، فعشان كده في حل تاني لذيذ ان احنا هنعمل ايه. حل سريع، احنا قلنا هنا لو الجي بي ايه اكبر من الماكس خلي الماكس بيساوي الجي بي ايه، دي هتفضل تلف 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 مع اللوب لحد ما الماكس هيبقى فعليا هو قيمة اعلى جي بي ايه، يعني اعلى جي بي ايه هيبقى هو للماكس، تمام؟ فخلينا نفترض ان مثلا الماكس كان 3 بوينت كم؟ 3.73، فهو هيجيب لك الماكس بتاع اول طالب بس وهيحط هنا القيمة بتاعت اول طالب. لو جت 3.73 مرة تانية هيقارن الجي بي ايه اللي هو 3.73 بقيمة الماكس اللي هي قيمة كبيرة اللي هي 3.73، فهيلاقي الاتنين زي بعض، فالشرط ده مش هيتنفذ، فعشان كده مش هيضيف الاسم الجديد للهايست نيم. بس احنا ممكن نعمل حاجة لذيذة ان احنا نقول له else if اما لو الجي بي اي equals equals الماكس، يعني لو بيساوي الماكس، لان احنا اول مرة لقيناه 3.73، في المرة التانية لقيناه 3.73 بس مش هيعدي من الشرط ده لان الشرط ده يعتبر false، لكن هيجي هنا في الحالة دي نعمل له ايه؟ نقول له هل نقول له هايست نيم بيساوي النيم؟ طب ما هو في الحالة دي هيلغي الاسم القديم ويحط الاسم الجديد، لان هقول له بلس ايكوال، بلس ايكوال يعني زود لي على الاسم القديم الاسم الجديد. وممكن اقول له هنا حاجة زي مثلا and، ولازم يبقى في مسافات كده، شوف لازم يبقى في مسافة قبل الاند ومسافة بعد الاند، وبعدين هنا زائد. تخيلوا ان التعديل ده بس ممكن يحل لي المشكلة، بس انا مش عايز تعديل اكتر من كده. ده لو انتوا عايزين تعدلوا الموضوع، وانا شايف بقى طالما الموضوع انطرح على شكل واسع انا شايف ان انتوا تعملوه مفيهاش حاجة، تمام؟ طيب، في بعض الناس برضو سألوا المدرسين، قالوا لهم هل نستخدم إيكليبس؟ فطبعا قالوا لهم استخدموا إيكليبس. يعني إيكليبس ممكن انت تكتب هنا إيكليبس في جوجل وتنزله، انا ما نزلتش ايكليبس من زمان، بس هو عموما بينزل باكج واحده وانت بتفتحها من غير ما تعمل لها انستول. خلاص هو هيك كده بينزله. هو هنا ده ملف انستوليشن، مش هتفرق كتير، يعني ملف الانستوليشن برضو كويس. بس تعالى كده نشوف ملف تاني ما يكونش ملف انستوليشن.
هو في باكجز اهي، Eclipse IDE for Java Developers، خلاص ويندوز 64 بت تمام. ده الزيب فايل، ماشي تعالوا ننزله. طيب على بال ما ينزل بقى تعال نجرب الايه، تعالوا نجرب البرنامج بتاعنا نشوف هيشتغل كويس ولا لا. تعالوا نجرب على 5 بس. هنا بيقول لك انتر نمبر اوف ستودنتس، هقول له 5. ستودنت نمبر 1 هقول له مثلا احمد 2، وهنا اقول له 80 3، وهنا اقول له 90 3. قال لك 3.5، ماشي خلينا نقول علي 2 تمام، وخلي علي ده مثلا الجي بي اي بتاعه خلينا نقول مثلا 70 3 80 3، طلع الجي بي اي بتاعه اقل. تعال بقى نعمل نفس الجي بي اي، سارة 2 نقول لها 80 3 90 3. خلاص انا عرفت كده ان اعلى 2 جي بي اي هم سارة واحمد، وهم الاثنين 3.5 الجي بي اي بتاعهم تمام. تعال بقى نعمل واحد رابع وواحد خامس يكونوا اقل شوية، لان انا لو عملت واحد اعلى هيجيبه لك ان هو الاعلى صح، لان انا عايز حد اقل. طيب تعال نقول باسم 2 70 3 80 3، ده جي بي اي بتاعه اقل. فرح 2 تعال نقول برضو انها 70 3 80 3. فطبعا انا عندي مين؟ عندي احمد وساره، هما الاثنين الجي بي اي بتاعهم قد ايه؟ اهو بيقول لك ستودنت احمد اند ساره جوت ذا هايست جي بي اي ويتش از 3.5، يبقى هما فعليا جابوا لي اعلى جي بي اي اللي هو 3.5 تمام. طيب تعال اعمل حاجه تانية انا عايز اجربها بس، يعني ما انت لازم تعمل تيست. تعال نحط 5 ونحط هنا نمبر 1 احمد، ونقول ان ده مثلا 80 3 90 3، ده الجي بي اي بتاعه 3.5. تعالى نعمل سارة، سارة واحمد دايما شاطرين، 2 80 3 90 3. خلاص كده تأيد ان في شخصين اللي هم احمد وسارة وهم الاتنين الجي بي اي بتاعهم عالي. لا انا عايز اعمل جي بي اي اعلى عشان اشوف هل احمد وساره هم اللي مسجلين لسه، او هل مثلا الاسم الجديد اللي هو اللي هيبقى اعلى هينضاف على احمد وساره. يبقى كده البرنامج بتاعي غلط، لان اي حد الجي بي اي بتاعه اعلى لازم يكون هو اللي اعلى. فتعالى اعمل مثلا خالد 2 واخلي الجي بي اي بتاعه اعلى 90 3 90 3، ده الجي بي اي بتاعه 4 ما شاء الله. طيب انتر نيم، تعال نقول مثلا خديجة 2، نحط بقى حاجة اقل بقى، نحط مثلا 70 3 70 3. طبعا مين اللي الجي بي اي بتاعه اعلى لحد دلوقتي؟ خالد، لازم خالد والجي بي اي بتاعه 4، لازم دي تكون النتيجة.
تعال نحط اي حاجة تانية زي مثلا علي، تمانين تلاتة، سبعين تلاتة. فطبعا جه قال لك ستودنت خالد هو اللي له اعلى جي بي ايه اللي هو 4. في حد هيقول لي طب ما هي حاجة مفيدة واضافة للكود ان احنا نعمل حاجة زي كده. هقول لك هي فعليا حاجة مفيدة بس هي مش مطلوبة في الواجب. طب ما هو في حاجات تانية مش موجودة في الواجب ومش مطلوبة في الواجب وتعتبر حاجات اضافية انا ممكن اضيفها لك. يعني انا ممكن اخترع لك حاجة دلوقتي يعني محدش واخد باله منها، احنا ممكن نضيفها للواجب بس هي مش مطلوبه في الواجب، في اكتر من حاجه. فاحنا كل ما هندور على حاجه جديده كل ما ممكن نطلع حاجه تانية كلها حاجات مش مطلوبه في الواجب واضافات ملهاش اي لازم. تمام، انا لاني برضو مش عايز الفت النظر ليها فمش هجيبها، مفيش منها اي داعي. خلاص خلاص، يعني انا شايف ان انتوا خلاص الجزئيه دي سهله ان احنا نضيفها، مفيش فيها حاجه، اللي عايز يضيفها يضيفها ويا ريت كلنا نضيفها. كويس خلاص مفيش مشكله، طالما هي انطرحت على مجال واسع يبقى اعملوها. يعني بالنسبه لايكليبس تقريبا هو قدامه شويه لحد ما ينزل، فخليني اكمله في فيديو تاني. خليني اكمله في فيديو تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله.